نرحب فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الشباب والصيف. احنا متواجدين في مركز شباب القصور وعندنا نشاط اليوم جدا مميز، نشاط السباحه. خلكم معنا بعد الفاصل نشوف احداث هذا النشاط. كابتن محمد احمد مدرب السباحه في مركز شباب القصور. بالبدايه كابتن تكلمنا عن الفعاليه والمشاركه العاليه ما شاء الله شباب اليوم. احنا الحمد لله الاطفال عندنا بيداوموا، وعندنا التفاعل من الاطفال، وعندنا اولياء الامور متعاونه معانا وكده، والحمد لله يعني ما شاء الله. كابتن انت قلت لي يعني قبل ما نبلش معك اللقاء، قلت لي احنا ما في فرق بيننا وبين الاكاديميه، احنا حتى احنا شغلنا احترافي، شلون هذا؟ احنا عندنا في النادي شغالين على شغل اكاديمي، بنعلم الاطفال من اول الصفر لحد ما يكون محترف سباحه، الاربع سباحات وكل حاجه ما شاء الله. خاصه ان يعني السباحه انواع، هل في منهج معين؟ هل في تعليم معين؟ عندنا برنامج سباحه معمم على كل المراكز واحنا بنطبقه بالحرف. كابتن تكلم عن يعني انواع السباحه، يعني انت ماسك اي ركن في السباحه؟ ماسك المبتدئين. مرحله صعبه. صعبه صح، وفي بيبقى في اطفال فيها بالمرحله دي بيبقى عندهم فوبيا من الميه. شلون تقدر يعني تسيطر على هذه المرحله وتقدر تزرع فيه الثقه كابتن؟ والله الحمد لله الاطفال متجاوبه معانا والحمد لله، يعني احنا دي شغلتنا من زمان، واحنا ناس اصلا اكاديميين طالعين من تربيه رياضيه، خارجين تربيه رياضيه وكده، ومعانا دورات وكده في السباحه والحمد لله يعني. نتكلم عن يعني المواهب اللي متواجده حاليا، شلون تشوف المواهب والخبرات حاليا؟ هل اعددتوا جيل او فريق معين تنافسون فيه، خاصه ان بالموسم في بطولات تصير بين المراكز؟ صح، الحمد لله احنا عندنا شباب كويسه، وحتى في براعم صغيره خالص فيها تشوف فيها موهبه طالعه الحمد لله. ما شاء الله، راضين عن ادائكم وتدريبكم اليوم؟ الحمد لله تمام. ما شاء الله كابتن، شوف اعداد ما شاء الله عاليه من الشباب، يعني تعدون ال 40 شخص، فشلون الكابتن يقدر يقيمهم يصنفهم يتعامل معاهم؟ والله احنا بنقسم الاطفال، احنا عارفينهم، عارفين المبتدئين فين، وعارفين البيجنر فين، وعارفين اللي هو المستوى اللي بيطلع معانا مسابقات وبطولات وكده، وكله بيبقى عارف مكانه، يعني بندخل التمرين يبدا كله المبتدئ يروح في المكان اللي هو المعمق، والفرقه بتروح المكان العميق، كله عارف تدريبه وعارف السيستم. شلون تقدر تخليه يتغلب على الخوف ويدش بالسباحه؟ يعني هذه البدايه او كسر حاجز الخوف ممكن تكون صعبه بالنسبه له، انه يكون ما يقدر يدش الا مع احد، شلون تقدر تزرع فيه الثقه كابتن؟ والله دي ده سر. ده سر. يعني في تقنيه معينه، تقنيه حديثه تقدر انك يعني اهم حاجه الاسلوب والطريقه مع الطفل، بتخليه تهديه على الميه، بتحاول واحده واحده ان انت تخليه ما يخافش من المويه. في اشخاص ما تاقلموا معاكم وطلعوا؟ لا الحمد لله. ما شاء الله الكل قاعد يتجاوب. الحمد لله. معنا عبد الله منصور من مركز شباب القصور، بالبدايه نتكلم عن بدايتك بالمركز، ما شاء الله اشوفك متحمس للسباحه. انا اليوم بديت مني كنت مستانس حلو. من العميق؟ لا ما اخاف. العين ما تخاف؟ لا ما اخاف. البحر عادي تسبح بالعميق ولا بس الحوض؟ لا بالبحر، بس اني ما اروح بعيد بالبحر. يعني لا زال يعني ماخذ احتياطاتك في في في، يعني ما تروح اي مكان، ممكن في مكان ما تقدر تسبح فيه صح؟ اي. متى السباح يعني لما يكون بالماي يحس انه في خطر ويسوي الاساسيات انه ينقذ نفسه؟ لما شو اسمه، لما يروح احد البحر ويقعد يتسبح بالعميق احتمال انه يتعب ويغرق. يتعب ويصير في شد؟ اي. فشو تسوي انت بهالحاله؟ انا اروح احاول اني اساعده. احاول انك تساعده، واذا صار فيك هالشيء يعني علموك اكيد تمرينات اساسيه بحيث انك تنقذ نفسك في حاله صار عندك شد او صار عندك مشكله بالبحر. اللي علموني شلون اسبح بالعميق كلها راح استخدمها.
الامل الكابتن عمر العنزي. بالبدايه نقول لك متى اشتركت في مركز شباب الاقصر؟ قبل 3 سنين. ما شاء الله 3 سنين تعتبر مده يعني. الرياضه اللي حسيت انها قريبه منك؟ كره القدم. كره القدم، وشوف كل يوم بالسباحه انك خليت كره القدم هونت؟ اي. توجهت للسباحه؟ نعم. شنو الاحسن عندك، سباحه ولا كره القدم؟ السباحه طبعا. شنو تعلمت السباحه؟ شلون احرك رجولي بس بسرعه، وشلون تقدر تكون بموقع صح لما تبي تلف تبي تاخذ نفس. زين، شلون يعني تعلمت طريقه السباحه الصحيحه؟ اي. شلون الواحد يركز بين المهارتين، يحرك يدينه ورجوله بنفس الوقت؟ هذه تعتبر مهاره اساسيه بالسباحه صح؟ صح. صعبه ولا سهله تشوفها؟ لا سهله. شلون الواحد يتعلمها، يدش المراكز ولا يجرب؟ اول شيء يدش المراكز عشان يطلعونه بافضل حال، بعدين يروح يشوف نفسه بحواضة ثانية. يعني انت تقترح انه يكون موجود مع الكباتن هنا عشان يعرف الاساسيات، بحيث انه يطلع عارف اساسيات سباحة. ايه. كابتن صالح محمد العتيبي، بالبداية كلمنا عن مشاركتك في مركز شباب، متى شاركت؟ يمكن من 2012. ما شاء الله 2012 ل 2017، يعني مدة. تشارك تحرص على الحضور كل يوم؟ ايه. ولا انشغلت ما تلتزم؟ لا التزم. ما تلتزم بالمركز الشباب؟ لا لا التزم. تحس انك تطورت في السباحه؟ اي. شنو اللي تعلمته يعني؟ والله وايد اشياء تعلمتها. مثل يعني شغلات كنت ما تعرفها قبل وتعلمتها الحين؟ اي. زين، الشباب او يعني الشباب المشاركين هنا لما يتعلم مهارات سباحه لازم يحافظ عليها صح؟ واذا تغيب عن التمرين تروح من المهاره عدل؟ صح. فلازم شو يسوي؟ لازم يجي كل يوم ويلتزم بالمحاضرات. يلتزم بالتمرين؟ يلتزم بالتمرين. لان شنو الشيء اللي انت ما تعلمته لحد الحين ودك توصل له، يعني مهاره ودك تسويها انت بالسباحه؟ اني ادش بطولات عالميه واصير اشهر السباحين. تصير امهر السباحين؟ ايه. قادر عاد؟ ايه ان شاء الله. بس لازم تشد حيلك. شاد حيلك يعني تطلع الاول بالمسابقات هني ولا الثاني ولا الثالث؟ كم مركزك؟ الاول. ما شاء الله الاول. لازم تحافظ على مركزك، يعني لما تصير سباح ماهر لازم يكون عندك مركز وعندك رقم. اي لازم، هذا اهم شيء. حتى الشباب انهم يتحدونك هنا يكونوا موجودين بالمسبح؟ اي. تفوز عليهم ولا يفوزون عليك؟ يعني بالمرات. يعني دبلوماسي، ما تعطي جواب صريح. اي. ولكن انت جاهز. اي. اللي بيتحدى يجي مركز شباب القصور، انت موجود. معانا الكابتن شملان احد المشاركين في نشاط اليوم. بالبدايه ما شاء الله قلت لي 7 سنين صار لك تسبح. اي نعم. شنو اللي تعلمته خلال السبع سنين؟ والله اللياقه صارت عندي، زادت وقويت ايدي، قويت جسمي كله. ما شاء الله قدرت انك تعرف مهارات السباحه؟ اي والله قدرت. خلال 7 سنين يعني شنو اللي تعلمته، شنو اللي اتقنته من مهارات؟ تعلمت اشقق ريولي بالماء بدون ما اتعب، واطور الريول طورته، وايدي خليت تستمر بدون ما تتعب، واخذ نفس على الجنب واغوص تحت الماء مده طويله، خليت نفس، زدت نفسي. ما شاء الله يعني تحس انك استفدت، زدت نفسك، عرفت مهارات سباحه. اي نعم. راح تكمل بالسباحه ولا تتجه رياضه ثانيه؟ لا ان شاء الله سباحه. يعني انت مقتنع ومهتم بالسباحه؟ اي نعم. بالمسابقات تطلع الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ والله مره واحده طلعت الاول، مره واحده. يعني صريح، مرة واحدة طلعت الأول، الباجي يعني الواحد يعني مستواه متفاوت، مرة يكون زين، مرة يكون يعني مستواه. مرة الخامس كذي، قال ما قدرت مرة، لقى على باري دخلت بطولة كبار، ما دخلت معاي الكبري. ما شاء الله، يعني أنت طموحك تاخذ بطولات الكبار، يعني تنافسهم. إن شاء الله. لازم تشد حيلك. إن شاء الله. شنو شروط السباح اللي لازم يسويها عشان يصير ماهر ويطور من نفسه اللي أنت تشوفه؟ عندك إرادة تكون، وتكون حاب السباحة، مو تكون كارهة، وكل يوم تهتم بالتمرين. التمرين هو اللي يخليك تهتم جسمك ويطور نفسك، هو التمرين كل شيء راح تستفيد منه. يعني التمرين هو اللي راح يطور مستواك ويحافظ على مستواك. راح يفتح لي ابواب بالتمرين. كابتن يوسف ثامر احد السباحين اليوم، بالبدايه نتكلم عن نشاط سباحه، شلون تشوفه؟ نشوفك مستمتع اليوم. السباحه هي حلوه، تمرين حلو، فالواحد بيحب يتمرن عشان بس يكون عنده عضلات ورجله قويه وكده، رجله تكون قويه وكده. قويت نفسك اليوم؟ ايه. كم صار لك بالليل تمارس رياضة السباحة؟ 3 سنين. ما شاء الله، شو اللي استفدت خلال 3 سنين؟ استفدت القوة والنشاط، ولازم لازم أكسب، ولازم ما استسلمش. غلبهم ولا يغلبونك شباب؟ ساعات بغلبهم وساعات بيغلبوني. يعني المنافسة مشتدة؟ إيه مشتدة.
زين التايم اللي تقطعه بالمسبح كم تستغرق يعني، دقيقة دقيقتين ولا ما تحسب؟ ممكن مثلا دقيقة مثلا. ولا عند المدرب هو قاعد يحسب لكم؟ لا مثلا أنا ساعات بالدقيقة وبس. يعني دقيقة أنت تقطع المسبح بشكل كامل؟ يعني ما تطمع أنك تكسر هذا الرقم؟ ممكن بكسره لكن الحين دقيقة يعني. يعني مستقبلا ممكن 30 ثانية 45 ثانية؟ إيه. يعني راح تتحداهم الموسم الجاي راح تغلبهم؟ إيه. جاهز؟ جاهز. معانا الكابتن عجلان الخالدي أحد المميزين في نشاط سباحة، بالبداية نتكلم عن أجواء نشاط سباحة وكرة الماء، يشوفك ما شاء الله مبدع. مبدع لأن أنا كنت بالماضي أكثر من شهر وعارف القوانين وعارف كل شيء، والكابتن جزاه الله خير أعطاني كل الأشياء اللي أبي واللي ما أبيها. ما شاء الله أنت عارف أكثر منا بالقوانين، نقدر نعرف منك القوانين الأساسية بكرة الماء؟ كرة الماء أساسية هي شو اسمه؟ مسك الكرة تسديدة ممتاز، يعني أشياء تعطي ربعك وكذي. من هذا تكون متعاون كرة جماعية. زين تفوز ولا تخسر بكرة الماء؟ والله مرات كذا ومرات كذا، تعادل. تفوز مرات تخسر. زين شلون تشوف نشاط سباحة؟ شنو أمتع شيء فيه؟ يعني الشيء اللي أنت متميز فيه، سباحة حرة ولا ظهر ولا فراشة ولا كرة ماء؟ سباحة حرة. الحرة أنت تحس نفسك أحسن فيه. إي. كم المدة الزمنية اللي تقطعها في المسبح؟ والله ما أدري بالضبط. ما تحسب بس تحس إنك سريع؟ إي. إذا اشتركت مسابقات تجيب بطولات؟ إن شاء الله. ولا تخسر؟ إن شاء الله. يعني راح تشارك هالسنة في البطولات؟ إن شاء الله. جاهز؟ جاهز إن شاء الله. متدرب عدل، مسخن عدل؟ إن شاء الله. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم باشر في حلقة جديدة، فما الله.